في المغرب أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرات إنذارية من مستوى يقظة برتقالي بأن تساقطات مطرية رعدية قوية ستهم ابتداء من منتصف ليلة الجمعة إلى غاية العاشرة من صباح السبت المقبل أقليم أزلال والحوز وطنجة أصيلة وتطوان ووزان وميدلت وبني ملال والفحص أنجرة والعرائش شفشاون تازة وتونات وأضافت أن هذه الأمطار الرعدية القوية مرتقبة أيضاً من ابتداء من منتصف ليلة الجمعة لغاية السادسة من صباح السبت كل من أقاليم الصخرات تمارا شيشاوا سويرا رباط سلا أسفي خنيفرة المضيق الفنيدق صفرو القنيطرة وإفران. وألفتت النشرة الإنذارية لأن تساقطات الثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1700 متر مرتقبة من منتصف ليلة الجمعة لغاية السادسة من صباح السبت بكل من إفران وميدلت